انا معاكم معانا دكتور وليد الفيل. يمكن طبعا دكتور وليد في البدايه برحب بيك، حضرتك يمكن على وعي كبير جدا باللوائح والقوانين، فلازم يعني استشهد بيك في بعض الامور. عايز ابدا معاك في البدايه، متابع الفتره اللي فاتت ازاي بالنسبه للقضيه دي؟ اللوائح، القانون، الامور كانت ماشيه ازاي؟ وحطنا في الاجواء واللي انت مستنتجه خلال الفتره اللي فاتت من اللغط الكبير ده وليد بيه. والله يا كريم، خلينا مبدئيا نتفق ان موقف النادي الاهلي موقف قانوني بنسبه 100%. ليس هناك اي نص قانوني او نص في اللائحه بيمنع النادي الاهلي انه يعمل جمعيته على يومين او في المقرين. خلينا نتفق على ده بدايه عشان يعني ننطلق من النقطه دي. كويس، كون النادي الاهلي حب ييسر على اعضائه ان هو يقدر يجمع العدد المطلوب منه لاكتمال النصاب الذي فرض فرضا من اللجنه الاولمبيه، رغم ان ده مش من حقها، لكن خلينا احتراما للدوله ولقانون الدوله ولسياده الدوله احترمنا القانون بكل ما فيه من عوار ومن ثغرات موجوده، احترمناه الى ان ياتي يوم نطلب فيه تعديل من خلال مجلس الشعب ان القانون يتعدل. انما النهارده انا بسال المعترض، هو معترض ليه؟ احنا بنقول بنعمل جماعه يومين، بنقول بنعمل جماعه يومين تيسيرا على الاعضاء. طب المعترض بيقول قانونا لا يصلح او قانون لا يسمح. طب احنا عايزين نص قانوني. يعني هو المشكله اللي حاصله، احنا عندنا احساس ان هناك من يحاول جر النادي الاهلي لخناقه. النادي الاهلي مش في معركه مع الدوله او في معركه مع اللجنه الاولمبيه او في معركه مع حد، وحتى ان كان في من يجرنا الى هذه الخناقه، طب عايزين نعرف بنخانق مع مين؟ يعني هو للاسف احيانا بنلاقي معالي الوزير طالع بيدافع عن اللائحه، احيانا بنلاقي السيد رئيس اللجنه الاولمبيه بيتكلم في اللائحه. احنا عايزين نعرف، طب حتى لو في خناقه هي خناقه مع مين؟ احنا مش عارفين مع مين، احنا مش عارفين ايه الاعتراض ومع مين الخناقه. هو ده بس اللي الناس تقوله لنا. فهي يعني انا الحقيقه مش شايف النادي الاهلي موقفه سليم، والجمعيه اليوميه ان شاء الله هتكتمل، وان شاء الله بنوعد معالي الوزير وبنوعد رئيس اللجنه الاولمبيه وبنوعد الناس كلها ان احنا هنكملها مرتين، ان شاء الله هنكملها مره في مدينه نصر وهنكملها مره ثانيه في الجزيره، وان شاء الله اعضاء النادي الاهلي على قدر من الوعي ومن النضج ان هم ييجوا يدافعوا عن مصلحه ناديهم، يدافعوا عن هيبه النادي الاهلي، يدافعوا عن كبرياء النادي الاهلي، يدافعوا عن كرامه النادي الاهلي. اللي النهارده معلش انا في كلمه عايز اوجهها للسيد رئيس اللجنه الاولمبيه، عيب ان يقال ان النادي الاهلي لو الجمعيه اتعملت بهذا الشكل لن يعاد اشهاره. يا باشمهندس هشام، انت بتتكلم على نادي اقدم من دول في المنطقه، انت بتتكلم على النادي الاهلي، احنا مش بتتكلم على مركب شباب. النادي الاهلي له اعضاء يحموه، ليه اعضاء يعرفوا يدافعوا عن كبريائه، لا احد يستطيع ان يتحدى اراده اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اللي هي ان شاء الله بكره انا اثق تماما انها هتتواجد وبكثافه وهتيجي ان شاء الله تقول رايها في اللائحه اللي كمان مره بكرر ارقى كثيرا من اللائحه الاسترشاديه، عالجت مشاكل موجوده في اللائحه الاسترشاديه بتحقق مصلحه النادي الاهلي، ما بقولش ان هي المثاليه او اقتربت من حد الكمال، ما فيش عمل بشري بيبقى كامل. انما على الاقل حتى هذه اللحظه هي لائحه في المرحله دي مناسبه جدا، واي اعتراض على حد في اللائحه انا مستعد ارد عليه، لو انت سامع اعتراض انا مستعد ارد اللي معترض على اللائحه معترض ليه. ارجع معاك تاني للحاله برضو اللي دايره الفتره اللي فاتت في الاعلام، ان مثلا نادي الاهلي الجزيره ونادي الاهلي مدينه نصر سيقسم، وان مجلس الاداره سيقسم الانديه. الموضوع ده برضو محتاج تفسير لان في لغط كبير جدا زي ما بنقول الفتره اللي فاتت. اللي بيقسم النادي الاهلي هم اللي بيقولوا اهلي مدينه نصر واهلي الجزيره، احنا ما بنقولش كده، ده كون ان حضرتك بتعقد الجمعيه في المقرين انت بترسخ مبدا ان الاهلي واحد، ما فيش اهلي مدينه نصر، ما فيش اهلي الجزيره، ما فيش اهلي زايد، ما فيش الكلام ده. اللي بيعمل جمعيه في مقرين ده بيؤكد ان النادي الاهلي نادي واحد، اللي بيقسم النادي الاهلي هو اللي بيقول هنا وهنا، هو ده اللي بيقسم النادي الاهلي. انما ما هو التقسيم؟ يعني انا عايز اعرف، طبعا كلنا معترفين ان الجزيره هي البيت الكبير، هي الاساس، هي التاريخ، كل ده انما مع التقدم اللي بيحصل ومع زياده عدد الاعضاء ومع تضخم المقرات، طبيعي جدا ان حضرتك هتلجا في وقت من الاوقات الى استخدام المقرات الثانيه. ما اسموش فرق على، حتى بالمناسبه الاشهار القانوني لمقر مدينه نصر اسمه مقر مدينه نصر وليس فرع مدينه نصر بس. فما يعني ده اللي بيقسموا هم اللي بيتكلموا في ده، مش ان الجمعيه تعمل على مقرين خالص. يعني ارجع معاك تاني يمكن لندوات بالنسبه للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وعي، ثقافه، كان في تفسير امور كبيره جدا، وبعدين مردود كبير من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كعضو للجمعيه العموميه مدى الاستفاده من الندوات الخاصه الاخيره بالنسبه لمجلس الاداره. بص، هو النادي الاهلي يعني قدم مثل واضح وصريح للديمقراطيه، لكيف تكون الممارسه الديمقراطيه. احنا النادي الوحيد اللي عمل لائحه اطلع عليها اعضائه، النادي الوحيد اللي كانت اللائحه متوفره في كل المقرات وفي اي وقت والعضو كان بيطلبها بيلاقيها، النادي الوحيد اللي مجلس ادارته اتاح الفرصه للاعضاء ان هم يجوا ينتقدوا ويناقشوا ويتكلموا، ما كانش في اسئله مرتبه، الميكروفون اللي كان بيطلبه كان بياخده، كان في ناس بتقف تهاجم المهندس محمود طاهر وبيتكلم،
احنا قدمنا مثال حقيقي وحي للممارسه الديمقراطيه. طب في ايه تاني ممكن تعمله؟ يعني حضرتك ايه اللي ممكن النادي الاهلي مره اخرى يعمله؟ النادي الاهلي لما جه يعمل لائحه استعان بقامات قانونيه ورياضيه لصياغه اللائحه، ما جاش مجلس اداره عمل لائحه. وخلينا اقول نقطه مهمه جدا برضو الناس لازم تبقى فاهماها، ان هذه اللائحه ليست من انتاج المجلس الحالي، هذه اللائحه مشروع بدا مع مجلس الكابتن حسن حمدي. النادي الاهلي بقاله 30 سنه بيحارب مشكله اللوائح، بيحارب، بيقول ان الوضع اصبح مش مناسب للقانون القديم، ان لازم قانون جديد يتواكب مع المتغيرات العالميه، مع المواثيق الدوليه. النادي الاهلي بقياده مجلس الكابتن حسن حمدي لازم تدي الفضل لاصحابه، هو بدا مشروع هذه اللائحه. لما جه المهندس محمود طاهر ومجلسه هما ما بداوش من صفر، وده عظمه النادي الاهلي بقى في ده، ان مجالس بتكمل عمل بعضها. العمل في النادي الاهلي هو عمل مؤسسي وتراكمي، اللي بيجي ما بيمسحش شغل اللي قبله، اللي بيجي بيكمل على شغل اللي قبله. امال المجلس ده جاب ليه القامات اللي اشتركت في ده؟ لان اللائحه اللي اتعملت ايام كابتن حسن كانت معموله على قانون قديم، لابد ان اللائحه لا تتعارض، يعني ده مبدا قانوني مهم، ان التشريع الادنى لا يجوز ان يخالف التشريع الاعلى. اللائحه ما ينفعش تتعارض قانون. كابتن حسن ومجلسه في سنة 2014 عملوا لائحة على القانون القديم، القانون اتغير، مع تغيير القانون لابد أن تغير في اللائحة بما يتناسب مع القانون. استعان النادي الأهلي بقامات بالمستشار رجاء عطية، بالدكتور علاء مشرف، بالمستشار عبد المجيد محمود، دكتور محمد فضل الله. يعني أنت خطيت كل الخطوات اللازمة كويس لإنتاج منتج محترم. أنا عايز أناشد الناس اللي بتعترض، أنا عايز أقول له يعني تعامل مع منتج، ما تتعاملش مع اللي عمل المنتج. انا عارف ان في ناس عندها موقف من مجلس الاداره وهذا حقه، انا لا انكر عليه هذا الحق، من حقك ان تنقد وان تقيم وان ترصد الاخطاء وان تهاجم المجلس، وانا نفسي هاجمت هذا المجلس وفي داخل قناه الاهلي انتقدت اخطاء، ده حقك. انما عندما يحارب هذا المجلس معركه لكرامه النادي الاهلي بيدافع فيها عن كرامه النادي الاهلي وعن هيبته وعن كبريائه، يصبح فرض عين على جميع اعضاء النادي الاهلي، على كل ولاد الاهلي. هو ده الاهلي. الاهلي ان كلنا في الاخر لما نستشعر ان هذا الصرح او هذا الكيان اللي بننتمي ليه في خطر، كلنا نقف ايد واحده. بعد ما نخلص الاهلي من الخطر ده نقفل بابنا على نفسنا ونتخانق، ساعتها بقى تعالى نتكلم في الانتخابات. انما النهارده احنا بنتكلم في لائحه، اللائحه دي هو السؤال، هل هذه اللائحه تحقق مصلحه النادي الاهلي ولا لا؟ هل انتوا يا اعضاء النادي الاهلي تقبلوا النهارده ان انديه اخرى تكمل جمعيتها العموميه وتقر لوائحها الخاصه والنادي الاهلي ما يقدرش؟ الاهلاويه ما يرضوش. هل تقبلوا ان يعني هناك من اشترك في القانون واشترك في اللائحه، المهندس فرج عامر وبنفسه على صفحته في الفيسبوك قال ان هذه اللائحه كارثيه وكان يدعو اعضاء سموحه لاكمال الجمعيه العموميه والناس جات له بكثافه واقرت لائحتها؟ انا اعتقد ان اعضاء النادي الاهلي لن يكونوا باي حال من الاحوال اقل قدرا من الانديه الاخرى، بالعكس ده احنا اللي علمنا الناس الانتماء. النادي الاهلي اعضائه وجمهوره وفرقه الرياضيه هي اللي بتقدم اكبر مثال في الدنيا للانتماء، فانا اعتقد ان الاعضاء بكره ان شاء الله لن يخذلوا النادي الاهلي. انا بقول للناس نختلف كما نختلف، انما لما مصلحه بيتنا تبقى عايزانا نكون موجودين كلنا لازم نكون موجودين. انا عايز اوجه رساله اخيره للناس اللي بتعارض والناس اللي انا مش متخيل ان هناك من ينتمي للنادي الاهلي بيبعت رسائل للناس على تليفوناتها ما تروحوش الجمعيه العموميه. يا جماعه لا تفقدوا الاهلي اهم اعرافه، لا تفقدوا الاهلي اجمل مبادئه. الاهلي مبداه وقوته وتماسكه طول السنين دي كان لان ولاده ايد واحده. النهارده من يدعو للانقسام الناس اللي بتقول ما تروحش الجمعيه العموميه، ما تروح، لا تعالى الجمعيه العموميه قول لا اللائحه مش عاجباني، انما ما تقولش ما تروحش. ما تروحش دي معناها ان حضرتك بتسلم قرار النادي الاهلي للخارج، ان النادي الاهلي يدار من الخارج. اذا كنتوا تقبلوا ان النادي الاهلي يدار من الخارج كويس، يعني ده انا ما اعتقدش ان في اي اهلاوي حقيقي يقبل هذا. بقول للناس اللي بتبعت الرسائل عيب يا جماعه، عيب. النادي الاهلي يحتاج في هذه المرحله الى كل ابنائه. انا لو بتسالني بتوقع ان شاء الله بكره ويوم السبت هشوف الكابتن حسن حمدي جاي يقول رايه في اللائحه، هشوف الكابتن خطيب، هشوف المهندس هشام سعيد، وهشوف مرتجي، وهشوف الدرندري، وهشوف طارق قنديل، وهشوف الجرحي، هشوف كل الاهلاويه المحبين للاهلي اللي كلنا متفقين ان دي مصلحه النادي الاهلي. كابتن حسن تحديدا، يا كابتن حسن هذا المجلس يحقق الحلم اللي انت بداته، انا بتمنى انك تكون موجود معانا وتبقى بالنسبه لنا دايما رمز كلنا بنفتخر ونعتز بيه، تيجي تقول انا جاي ادافع عن مصلحه النادي الاهلي وكلنا ايد واحده فيما يحقق هذه المصلحه.
عايز استفيد برضو منك يا دكتور قولا واحدا، اللجنه الاولمبيه ليس لها الحق غدا في اكتمال النصاب القانوني بالنسبه للنادي الاهلي بعدم اعتماد النتيجه. يا كريم انا مش عايز اخناس في مشاكل قانونيه، انما ما فيش دوله في العالم اتحدى ان ياتي حد بمثال من العالم بيقول ان فيها دوله الانديه فيها تتبع اللجنه الاولمبيه. هذا عوار في القانون، لكن لمصلحة الدولة وللظروف التي تمر بها الدولة، دولة بتكافح إرهاب وفي أزمة اقتصادية وقانون مستنيينه بقالنا سنين، إحنا تجاوزنا عندها وقلنا نعدي هذه المرحلة. إنما ما ينفعش القانون أعطى اللجنة الأولمبية، وهذا خطأ لكن موافقين عليه عشان ده قانون، أعطى اللجنة الأولمبية سلطتين فقط، سلطة أن تضع عليها حصة إرشادية وأن تحدد نصاب، وليس من حقها أن تحدد نصاب. إذا وضعت لائحة إرشادية هي بتحط إطار عام للأندية إنها تمشي عليه. امين موافقين، حطيت نصاب احترمنا هذا النصاب رغم انه ليس من حقك ان تضع نصاب احترمناه، انما ان تفرض عليا بقى اجراءات لا لا مش من حقك. الاجراءات هي حق لمجلس الاداره الذي ينوب عن جمعيه عموميه. فده كلام يعني قولا واحدا ما يحدث هو نوع من انواع العك والعبس، مضطرين نتعامل معاه احتراما للقانون، لكن الحقيقه مش هيكون على حساب مصلحه الاهلي ولا كرامه الاهلي. انا بشكرك يا كريم، شكرا. كل الشكر والتقدير للدكتور وليد الفيل واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. يمكن طبعا الدكتور